السلام عليكم حبيبات الغاليات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح بصحه وبخير وعافيه. ان شاء الله تجوزوا نهاركم مبروك. اليوم جيتكم بوصفه خاصه بترطيب الشعر ولا كيراتين طبيعي للشعر للاطفال وللكبار، يعني وصفه هايله بزاف البنات، راح تعجبكم بزاف، يعني نتمنى انكم غير تجربوها. مكونات بسيطه موجوده في اي بيت. ولكن قبل ما نبدا في الوصفه تاعي، نتمنى كل واحد دخل عندي جديد القناه ما تنساوش تشتركوا في القناه، كذلك ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ام جنان. نبداو في الوصفه تاعنا. عندنا اول مكون اللي هو الزبادي او الياغورت ناتير. ياغورت ناتير. الزبادي مفيد جدا للشعر، يعمل الزبادي على العنايه بالشعر بفضل احتوائه على العديد من الفيتامينات التي تزود الشعر بالغذاء، كما يحتوي ايضا على نسبة مرتفعة من حمض اللاكتيك المفيد والفعال في معالجة الشعر المتضرر، ازالة قشرة الرأس، يعني يعمل على ازالة قشرة الرأس، السيطرة على الشعر المجعد. يساعد الزبادي على تنظيف الشعر يعني بنسبة كبيرة خاصة الشعر المجعد، ويعمل على تنعيمه وتسهيل التحكم فيه. تقدر تستعملوا كذلك الزبادي في بلاصة البلسم، يعني ما عندهاش بلسم تشري زبادي عادي يا وخت ناتير وديره، يعني هو لانه هو يقدر يتحكم في الشعر تاعنا. وكذلك ما فيش مواد كيميائيه ضاره تعرض الشعر للتلف، يعني بالنسبه للبلسم اللي نستعملوه في مواد كيميائيه الزبادي هو احسن من البلسم. نتمنى انكم غير تجربوه وتردوا لي يعني الخبر البنات، استعملوه في بلاصه البلسم. راح ندير البنات هنايا واش راح ندير، راح نجيب العسل في اناء، نستعمل ملعقتين كبار من العسل، لان العسل كذلك مفيد جدا للترطيب وتنعيم الشعر والعنايه بالشعر، خاصه انه يعمل على تلميع الشعر بنسبه كبيره، يعني يعطي اللون للشعر ويلمعه ويعطيه الحيويه. يعني العسل كذلك ما شاء الله. هنا لكن البنات هنا العسل لازم تسخنوه، لازم يكون ساخن شويه، مش يكون ساخن بزاف، يعني البنات غير ساخن غير شويه، يعني دافي كما نقولوا، ما يكونش جامد، دفوه باش يمشي لكم مع الشعر، ما يبقاش ثقيل، لازم تخفوه تخلوه خفيف كيما امامكم، يعني نوريكم فيه البنات لازم يكون خفيف هكذا. هذا هو العسل اللي نستعملوه، استعملوا ملعقتين كبار من العسل، وراح نضيف عليهم هذيك العلبه تاع الزبادي، يعني نضيف عليهم علبه زبادي كامله. ثم البنات المكون الثالث واللي هو زيت الخروع، يعني البنات كثير من البنات يستعملوا زيت الخروع، لان زيت الخروع هو العنايه والطبيعيه للشعر تاعنا، خاصه الشعر المصبوغ الشعر اللي فيه ليماش استعملوا له زيت الخروع. وكذلك زيت الخروع يطول للشعر ويعتني لنا بالشعر ويلين الشعر ويرطبه وينعمه. كذلك هنستعمل ملعقتين من الخروع او زيت الخروع، يعني هنايا زيت الخروع انتما احرار في الكميه، استخدموا ملعقتين او ملعقه على حسب طول الشعر تاعكم وعلى حسب الشعر. اذا كان الشعر جاف استعملوا ملعقه، اذا كان الشعر جاف استعملوا ملعقتين، اذا كان الشعر تاعكم زيت نقصي زيت الخروع فقط. هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم، نخلطوها جيدا تتحصلوا على كريم. هذه الوصفه راح نمشوها كامل على الشعر تاعنا. بعد ما نمشوا هذه الوصفه البنات مشوا عليها بالمشط، يعني نمشطوه بعد ما نديروا لها هذه الوصفه باش تمشي كاع الوصفه تاعنا على الخصله تاع الشعر تاعكم. هذه هي الوصفه تاعنا البنات، يعني استخدموا هاد كي ديروه على الشعر خلوه لمده ساعه وغسلي الشعر تاعك عادي. تقدروا تستعملوه قبل كل حمام، يعني نتوما حرين في الاستعمال على الاقل يعني مرتين في الاسبوع او اكثر، يعني مليح بزاف هذا، استعملوه في بلاصه البلسم راح يعطيكم شعر ناعم ورطب ويعطيكم شعر ما شاء الله. نتمنى انكم يعني تجربوا هذه الوصفه البنات، باش تخلوا لنا لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، دمتم في رعايه الله وحفظه.